أنا بيوم اللي صاحت يابا متعود عليها جوا دا أشوفها يعني شتين. فبيوم اللي باوت عليها صح يابا وما ضرب بهواها والله قطعت قلبي والله قطعت قلبي وأشيلها مثل القار مثل القار اللي رفرف بيدي والله العظيم مثل القار مثل القار اللي رفرف بيدي والله العظيم مثل القار اللي رفرف بيدي والله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استشهاد الشابة العراقية زينب عصام وحدة من الحوادث اللي شغلت نصف الرأي العام، هذا النصف اللي بيوم وليلة تحول إلى مقاوم أو مقاول يستثمر الأحداث لمصلحته ولتلميع تاريخه الأسود، هذا النصف اللي قدر يسكت عن جرائم أمريكا بالعراق وأبرزها جرائم سجن أبو غريب وغيرها، اليوم استبسل وانتفض على قضية زينب عصام وراد يتاجر بيها مثل ما متعود يتاجر باسم المذهب والطائفية وغيرها من الأمور. هذا النصف هو شريك بمقتل زينب لأنه هو من وقع على الاتفاقية الأمريكية وهو من كان يسميهم بالقوات الصديقة وهو من كان يخبرهم بأماكن المقاومين في ذلك الزمن ويترحم على قتلاهم من أجل مصلحته الشخصية. المصلحة اللي تختلف من وقت إلى آخر، المصلحة اللي جعلت صديق الأمس عدو اليوم وكأن أمريكا كانت حمامة سلام، والمصلحة نفسها اللي أسكتت النصف الآخر من الإعلام والرأي العام عن قضية زينب المظلومة، وعلى هذا الأساس تختلف مصالحهم وخيانتهم وحدة لهذا البلد وشعبه. وخائن الأمس لا يمكن أن يكون مقاوم اليوم، وعليه لابد من وقفة جادة عراقية لإيقاف تكرار مثل هذه الأحداث، وقفة من الشرفاء الذين لا تحركهم المنافع الشخصية والأنامل الخارجية، وقفة هدفها الأول والأخير هو الشعب العراقي وليس إسقاط طرف لحساب طرف آخر. والسلام ختام.